بيسوقني من القديمة، ماسك عليا زلة وبيحلبني. ما بقاش كمان غير سبوبة اللي يمسك راسه ويحطها تحت درسه. وانت ليه مضايق قلقان؟ الموضوع أبسط وأسهل من هيك بكتير. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ أبسط وأسهل إزاي يعني؟ أنا إذا ضرسي وجعني ما بعالجه، بقلع وبرميه. مش فاهم. دلو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده اللي سمعته. لا لا طبعا، لا ما اقدرش اعمل كده، لا يمكن. مصطفى خلي يبلغ عنك ويقفشوك. طيب انا عارف هو عايز كام وفصله، ونبقى كده خلاص خلصنا. اذا فتحت هذا الباب عليك يوم رح ياخد منك اثنين، بكره اربعه، بعد بكره سته، وعد والحقني. انت بتقوله ده برضه مستحيل. براحتك. عقبال ما تجيب السرير التاني والتالت. هي بعد كده هتخلف لنا سراير فعلا. بصي جوزك شكله هيتاخر، وانا هعمل شاي اشربه. طب خليكي بقى. حد عايز حاجه؟ يا حبيبتي انا هعمل الشاي العام. حد يشرب حاجه؟ فين؟ انا على كده لازم احج طبعا مره. اعمل لك حاجه مع عمو؟ عندك بن محوج يا فريده؟ عندي يا ماما. اعملي لي قهوه يا سلوى. على الريحه يا طن. كانت بتقول لي يا ماما قبل ما تخلف. ارحمينا بقى. ايوه على الريحه يا روح طنط. اوعي تفضلي مبوزه في وشه كده لما يجي. هو انا كده مبوزه؟ لا والنبي، ما ده هي هتكوني فاكره نفسك مبتسمه ولا حاجه. فكيها. انا مش فاهمه ليه بس يا فريده انتوا مش عايزين تجيبوا شغاله. خالد ما بيستحملش حد يبقى معانا في البيت، ده هو سابني اجيب واحده تنظف مره في الاسبوع بالعافيه. ازيك يا بابا؟ انا احسن منك. خش بقى عشان تدي فروض الولاية والطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عروسة، عاملة ايه؟ عروسة ايه بقى؟ ما خلاص راحت علينا. العروسة اهي ندى صاحبتي وخطيبة هشام صاحب خالد في الشغل. اه يا اهلا وسهلا. ازيك؟ انت بتعملي ايه؟ بعمل قهوة لأمك. قهوة لأمك؟ ازيك يا ماما وحشاني. اهلا يا حبيبي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ تو ما افتكرت. وحشني يا يحيى. ايه يا مالك خاسس كده ليه؟ انا خاسس؟ ده انا تخلان 3 كيلو. لا خاسس طبعا. ابقى تعالى كل لقمتين من ايدي، او على الاقل تونسني بدل ما انا قاعده طول النهار لوحدي. خلاص انت كده موتيني وقعدتي لوحدك. بعد الشر عليك يا عالمي. والنبي يا ابني ما بشوفه ساعتين على بعض. النبي بتحلف بالنبي. القهوه يا طن. انا عايز اسالك بقى يا فريده، من المره اللي فاتت هي ايه حكايه الشطرنج ده؟ خالد مدمن شطرنج، عنده جوه يجري 20 واحد في الدولاب. ده غير اللي لسه في اوضته عندنا في البيت. ده حقيقي. وانت بقى بتعرفي تلعبي؟ اه هو علمني. ومين بيكسب بقى؟ آه انا. لا لا بهزر طبعا، ده انا ما باخدش في ايده غلوه. هي صايصه كده ليه؟ الله يكون في عونك من قهوتها. وحشاني والله يا ماما. ده اكيد خالد. اه يا حبيبي. اه يا حبيبتي ازيك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا. مساء الخير يا فندم. فندم ايه بس؟ انت فاكر نفسك في الشغل؟ لا مؤاخذة يا هانم، الواحد من كتر ما اتعود عليها لزقت في بقه. ولا يهمك، اتفضل. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير يا دكتور فريدة. ليه كده بس التعب ده؟ ده مش لينا. ده هاي ندى. هاي ازاي حضرتك؟ ازيك يا ندى؟ تعالى تعالى. اتفضل اتفضل، اهلا بك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. استلمي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. الورد ده ليا؟ المفروض. ماما حبيبي يا عالمي وحش قوي ذوق صاحبك في الورد ده. مش ذوق، وده ذوق السواق. هو باين. انا سخنت الاكل اول ما قلت له انكم نازلين، فيلا بقى قبل ما يبقى. على كيفكم. كيفنا ده ايه يا عم؟ انا هموت من جوع، مش كفايه هتغدونا بعد المغرب ولا كاننا في رمضان؟ اتفضل يا ماما. اتفضل. اتفضل حبيبي. اتفضل. اتفضلي اتفضلي. ايه يا ابني الورد اللي انت داخل بيه ده؟ هتاكل بيه؟ مؤاخذة يا فندم، أول مرة أشرب وردي في حياتي. طب سيبه هنا. تعال
اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل اتفضل. سوري يا عمر، عارفه اني اتاخرت عليك بس غصبا عني كنا عند المحامي. طمنيني ايه الاخبار؟ صدقني لو قلت لك اني ما فهمتش اي حاجه من موقف بابا في القضيه، حاسه كمان ان المحامي مخبي حاجه علينا. هيخبي عليك ايه بس يا خديجه؟ هو الواحد وهو قلقان بيركبوا الهسس. بيركبوا الايه؟ لا دي لو شرحتها اليوم هيتضرب. طب اتفضل عشان ما تتاخرش عن ميعادك. سلام. عمر هو انت رايح فين؟ رايح مركز رعايه المهاجرين بتاع مدام سار. وهي اللي مستعجلك؟ ولا انت لوحدك اللي مستعجل عشان تروح لها؟ محدش فينا مستعجل، احنا الاثنين. بس انا اتعودت طول عمري لما ادي ميعاد ما اروحش متاخر. طب اتفضل عشان ما تتاخرش عن ميعادك. ماشي. حبيبتي خديجه كيف البابا؟ الحمد لله يا عم رياض. طمنينا. اي شيء جديد؟ لا لسه ما فيش اخبار يا عم سهيل. بعون الله هيرجع وينور بيته ومكانه من تاني بمشيئتك يا رب. امين يا رب. بس كده كله تمام. نركب الكابلات جوه عندك على المونيتور وتشوف المركز كله قدام عينيك. برافو عمر، انت شاطر فعلا وسريع كمان. سريع؟ ما شفتنيش انت ديك النهار لما ركبت 10 كاميرات؟ 10 يا ساره في نص يوم. واو 10 كاميرات في نص يوم؟ ركبتهم فين دول؟ والله ركبتهم عند واحده كانت بتركب كاميرات، شك ان جوزها بيخونها يعني، زمانها معلقه في السقف دلوقتي. انتوا الراجل الخاين عندكم تعلقوه في السقف؟ اه لا، ما احنا عندنا رجاله تعجبك. طب وريني. اه ليك ايه، تعلقين في السقف ولا ايه؟ تعالى ادخل. لا ده انت شاطر بجد بقى. الحكايه كلها اكل عيش. على الله بس ما يكونوش جابوا حد في مصر غيري بعد ما غبت طالت. على فكره لو انت مستني الدمنهوري عشان يطلع وموضوعه يخلص، مساله هتاخد وقت. فما فيش داعي تعطل نفسك جنبه اكتر من كده. ايوه بس انت عايزين ابيع الراجل اللي اواني وكرمني في بيته. مين قال كده؟ بس حتى الجدعانه ليها حدود يا عمر. وما تنساش ان هو برد جميل ابوك. بالاخر انت حر في قرارك، انا بس بنصحك عشان مرتاح حالك وحساك زي اخويا الله يرحمه. خد. ايه ده كله؟ اجري شغلك انا. ايوه بس ده كتير قوي، الحسبه اقل من كده. انا حسبه؟ ما قلت لك انت زي اخويا وبتستاهل اكتر من كده بكتير. ربنا يخليكي. ما تقلقش على حودة، احنا كلنا جنبه. والله لو الحسبة كده فعلا والموضوع هيطول، انا شايف بقى ان انا ارجع مصر اشوف حالي وابقى تابع معاكي من هناك. هتسافر امتى؟ هعدي على مكتب مصر الطيران بكره، ولو كده ممكن اسافر بعد بكره. يعني نتعشى سوا بكره؟ نتعشى سوا بكره، انا اللي عازم. لا ما خلاص انا عديت هنا، اي فلوس محتاجاها انا زي اخوك الله يرحمه. بكره هستناك تعدي عليا الساعة 8. يبقى بكره الساعة 8. سلام. خلصت؟ ايه؟ بتملى من وشك الحلو ده يا شيخة قبل ما اسافر. عن جد مسافر؟ اه والله. شكلها بعد بكره كده هطير. ليش؟ عندي شغل وشكل موضوع الدمنهوري هيطول زي ما ساره قالت لي، والراجل حبايبه كتير يعني الحمد لله. انما انا لو اكل عيش اتقطع في مصر في ناس ورايا كتير هتتبهدل. ناس مثل مين؟ ناس مثل امي، اختي.
طيب انا قدام شوي وراح فيلم، بتحب وصلك على طريقي؟ ابقى راجل مجنون لو ما حبيتش. على طول يا عم. طيب راح فوت اخد اذن من الست ساره ونرجع من فيلم سوا. يلا بينا فيلي زي ما انت عايزه، بتقطع صح صح. ست سارة بعتذر منك، بتريد شيء تاني؟ لا خدي بالك على حالك وما تتأخري بكرة. أكيد. يلا باي. مع السلامة. عزمتك على العشاء. يلا بينا. أنا معاك. رح أخدك على مطعم كتير حلو، رح يعجبك كتير. ما دام أنت اللي مختار وأكيد هيك.